تاني شباب عاملين ايه؟ النهارده انا هشرح كونسبت شابتر 22 واللي هو يعتبر هيبقى عندنا هو تالت اللي هو في المنهج. الجزء ده خلصنا بقى الريبرودكشن بتاع اول اتنين اللي هو كان هنا بالنسبه لنا بنبتدي نتكلم عن الايفولوشن وفكره داروين ان هو كان ازاي بيتكلم على الحياه او كده. داروين مش هذكر هو كان يعني او هو مش مكتوب اساسا هو كان ملحد ولا لا او كده لان دي حاجه ترجع له هو يعني هو كمان ادم، ولكن الفكره كلها ان انت لما تيجي تذاكر انت حاجه زي كده ما تبقاش معقد نفسك يا خرابي دي الحاجه مش عارف ايه انا بدرس الحاجه. لا يا اسطى مش كده، الفكره كلها ان انت بالراحه خالص ببساطه هتقول ان انت هتقرا قصه، حرفيا انت تقرا قصه واحد يا عم بيهرتل بيقول ان هو انا شايف ان الانسان اصله معزه عادي، ده واحد بيتكلم كده، فانت هتقراها كقصه تفهم هو بيقول ايه القصه دي او هي بتقول ايه القصه دي وتحل عليها انت حاجه خلاص. فخلينا نبدا كده بسرعه مع بعض. الشابتر اصلا مش طويل، الشابتر عباره عن 3 كونسبتات مش مليانين حتى بحاجات كتير قوي، هي عباره عن قصه هنقراها مع بعض بسرعه وندردش وبعد كده كل واحد بقى يجي يحل لوحده. فاول حاجه هو هنا كان بيتكلم عن في 3 كي اوبزرفيشنز عن الحياه بالنسبه للموس او اللي هي اليرقه او الفراشه دي اسم الشركه الفراشه. يعني بصوا الصوره دي مثلا هنا كل دي ورقه شجر ما عدا دي الوحيده المختلفه سنه هي اطول بيهم جدا، ولكن هي دي مش ورقه شجر دي فراشه. الفكره ان من خلال حاجه زي كده اغلب العلماء والناس ممكن تكون مهتمه شويه لاحظت حاجات مهمه جدا عن الموضوع ده. اول حاجه ان الاسترايكنج واي اوف ويتش اورجانيزمز ار سيتد تو ذا انفايرمنت هي مختلفه جدا، فكره ان ازاي هي متاقلمه جدا مع الحياه اللي هي عايشه فيها. يعني ذا تيرم انفايرمنتال بتريفير للاذر اورجانيزمز از ويل از ذا فيزيكال اسبيكتس بتاع الاورجانيزم السراوندنج، ان هو ازاي بيحيط او بيسيوت الانفايرمنت ان كان كائنات او كفيزيكال اسبيكتس. ازاي عنده ميني شيرد كاركترستكس من اللايف فورم، ازاي عنده حاجات متشابهه مع اللايف فورم، وازاي في ديفيرسيتي ما بين في اللايف نفسها. حاجه زي كده داروين يعني بعديها واكتر من سنتري وهاف ا جو يعني كان انسبايرد بفكره ان هو يعمل اكسبلانيشن لكل الاوبزرفيشنز اللي هو كان بيها، كان عايز يلاقي تفسير لكل الحاجات دي، وده اللي خلاه يعمل هايبوثيسز ويحطها في كتاب واللي اسمها اوريجين اوف سبيشيز منشأ الكائنات او ازاي الكائنات اتعملت اساسا. وكان عامل تعريف الايفولوشن تطور نظريه التطور كان مسميها ديسنت ويز موديفيكيشن. لو جينا بصينا هنا الايفولوشن از ديسنت ويز موديفيكيشن اللي هو لو انا عندي حاجه فهي بتكبر وبتنمو مع تعديلات او بتكتر بتعديلات. فهنا يعني كانه انا كنت عندي لو هتصور مثلا ان كان في نقطه هنا النص دي هي اصل الكائنات كلها واول كائن اتولد على حسب نظريه داروين، فهو جه بعديها اتنين مثلا كل واحد اخد ميزه، مثلا ده اخد ميزه اكس ده اخد ميزه واي، كل واحد بقى عمل كده وهكذا. فهي كان كل ما يكتر كل ما تكتر السبيشيز والديسنت كده كان بيبقى فيه موديفيكيشن في كل كائن جديد. الايفولوشن برضو ممكن يبقى ديفايند از التشينج في الجينيتيك كومبوزيشن بتاع البوبوليشن من جينيريشن لجينيريشن، ممكن يبقى عباره عن التغير في الجينيتيك كومبوزيشن. فالايفولوشن ممكن يشاف كانه حاجتين او من اثنين ريليتد ديفرنسز، فكره الباترن والبروسيس. الباترن بتاع الايفولوشن تشينج بتريفيل داتا ليها ساينتفك ديسيبلينز مختلفه زي البيولوجيكال والجيولوجيكال والفيزيكال والكيميكال، كل الحاجات دي بتبقى اوبزرفيشن موجوده في الطبيعه ليها باترن ليها شكل معين ونمط معين. والبروسيس كايفولوشن هي الحاجات اللي بتؤدي للباترن اللي احنا شفناها دي. فيعتبر الايفولوشن ممكن نعرفها كانها البروسيس اللي بتسبب باترن، الاثنين هم مع بعض اسمهم ايفولوشن. يعني ندخل بسرعه على القصه او الحدوته اللي هنحكي فيها اللي هي فكره داروين ايفولوشن وازاي قدر يغير نظريه العالم في فكره الاوريجين يعني بدايه الخلق وكده. اول حاجه ان كان فكره ان داروين اصلا لما ابتدى ما كانش بادي من فراغ، ما كانش بادي اللي هو هوب فجاه واحد ظهر كده قال انا عندي فكره وقصه وكده، لا هو كان ظهر بني حاجاته على ناس كتير قديم قبليه. لو احنا خدنا الفيجر ده بصينا عليه كده من اوله فهنلاقي ان في ال 1795 يعني واحد اسمه هوتون عمل بروبوز للبرنسيبل بتاع الجراديويزم، فكره ان الكائنات بتتدرج في من خلال الليفل بتاع السوفيستيكيشن او الكومبلكسيتي، ان في كائنات معقده او مش معقده يعني هيكلها معقد اكتر من حاجات تانية زي فكره البروكاريوت واليوكاريوت. البروكاريوت هي اصلا كائنات يعتبر سيمبلر اكتر من اليوكاريوت، فهو كان عامل برينسيبل او عامل بروبوز للبرنسيبل هي الجراديويزم. في واحد بعد كده في 98 عمل اللي هو المالوس عمل ببلش لإسي بتاع البرنسيبل بتاع البوبوليشن. جه بقى في السنه اللي هي 18 9
كان لامارك عمل اول هايبوثيسز عن الايفولوشن، ودي السنه اللي اتولد فيها داروين. بعد كده كوفيور في 1018 1812 عمل بابليج الاكستنسيف ستادي عن الجيولوجيكال والفيرتبريت يعني فوسلز، عن كل الفوسلز اللي كان قدر هو يشوفها ويلاقيها في الوقت ده. في 830 ليل عمل بابليج البرنسيب بتاع الجيولوجي، كان عمل حاجات كتير داروين اعتمد عليها في رحلته، وكان بيشوف في ارمين ارى كتاب اللي هو اسمه برنسيب الجيولوجي. وداروين عمل الرحله بتاعته، هو داروين كان عمل رحله حوالين العالم تقريبا على بيجل اسمها HMS. في الفتره دي بقى داروين قعد يعمل اوبزرف حاجات كتير قوي، ودي اللي كان بيعتمد عليها في الكتاب بتاعته والكتاب اللي هو كتبه. وفي 1844 داروين كتب السي بتاع ديشن نوتيفيكيشن، كانت السي لسه مبدئيه. في 58 واحد اسمه والاس بعت لداروين هايبوثيسز عن الناتشرال سيليكشن، ودي كانت صدمه بالنسبه لداروين ان هو واحد فجاه بيبعت له حاجه ياخد رايه فيها عن حاجه هو لوحده اللي بيعمل عنه سيرش فيها وبيدور فيها وبيكتب فيها. فكان حس ان هو ممكن دوره يتخطف، او اللي هو لسه ممكن يعمله يبقى اول مره ويبقى حاجه حلوه قوي كان ممكن تتاخد منه، ودي فعلا كان حد حذره منها بكده. فبقى يدوب بعدها بشهور ما كملت 1895 نزل الكتاب بتاعه، واتنسب ليه طبعا وكل الافكار اتنسبت ليه، ولكن الفكره المبدئيه كان ناتشورال سيليكشن كان طبعا اتنسب لفكره والاز، بس هو اسمه بيتذكرش كتير. فمثلا هنا بيقول لك ان قبل داروين بفتره طويله جدا كان في ناس اتكلمت على فكره التشينج جرادوال اوفر تايم. ارسطو شايف ساعتها مثلا ان الكائنات ممكن تتشاف كحاجه فيكسد ما بتتغيرش، وبدا او من خلال الاوبزرفيشن بتاعته دي قال ان الكائنات موجوده ودي ليها لايف فورم او زي شكل كانه لادر من خلال الانكريدنج كومبلكسيتي. واللاتر وبعد كده سمت السكيل ناتشرالاي او اللي هي السكيل اوف ناتشر. طبعا الحاجات دي او الفكره دي مش معارضه لفكره الخلق بشكل عام، ان هو ربنا خلق الكائنات كلها مش خلق كائن وده اللي جه منه كل الكائنات. فدي كانت حاجه مش ما لقيتش حد ساعتها الفكره دي. وفي السبعينيات في 1700 يعني مين ساينس انتربتد ذا اوفن ريماركابل ماتش بتاع اورجانيزم تو ذا انفايرمنت از ايفيدنس ذات ذا كرييتور هاد ديزاين ايتش سبيشيز فور بارتيكولار بيربز. ان العلماء قالوا يعني ان ربنا خلق كل حاجه في مكان معين لحسب احتياجها ولحسب هي كانت موجوده تقدر تعيش في المكان ده. وون ساينتست كان اسمه كارلوس لينيه، ده كان من فتره 1907 لحد 72، رقم مش مهم قوي بس نقولها يعني. هو كان سويدش فيزيشن وبوتانيست اللي فكر يقسم الكائنات على حسب الديفيرسيتي بتاعتها. وكان هو اول واحد يعمل فكره التو بارت نيمز او الباينوميال فورمات، ان هو يدي كل الاسماء اسم كل كائن يديله حق زي اسمين، اسمه بيقسمه هو عباره عن جينوس ونعرف يعني ايه جينوس، والاسم التاني اللي هو السبيسيفيك نيم بتاعه، وده بيتصور لحد دلوقتي. ولينس عمل كلاسيفيكيشن للسيستمز بشكل عام من خلال الانكريدنج جنرال كاتيجوريز، عمل كاتيجوريز زي مثلا فكره مثلا فور اكزامبل فكره السيميلر سبيشيز بتتحط في حاجه اسمها جينوس مع بعض، وكل شويه جنرال مع بعض بيتقسموا في حاجه اسمها فاميلي وهكذا، ودي هنعرفها ليها تفاصيل كده. ولينس لما جه يتكلم في الهايبوثيسز بتاعته ما عملش ديسكرايب ليه في سيمبلز وتشابه ما بين الكائنات، وما انسبهاش يعني فكره الايفولوشن ريليشن شيب او كاين شيب، ولكن هو رسمها او انسبها لفكره الباترن اوف كرييشن، دي طريقه اللي اتخلقت بيها. ولكن بعد كده ب 100 سنه تقريبا لما اتولد داروين وابتدى يشوف الموضوع ده، فهو ارديود وتناقش في حاجه زي كده وقال ان هي تكون بيزد على الايفولوشن كاين شيب بتاعتها. وطبعا داروين لما جه يعتمد على كتابته في الحاجه كان بيعتمد على الطبيعه بشكل عام في حاجات كتير قوي، بيقول ان مش الكائنات بس هي اللي كانت بتتغير مع الزمن. فمثلا لما كان بيعتمد مثلا على الجيولوجي ويعتمد على فكره الفوسلز، ان هو كان بيشوف ان الكائنات كانت بتختلف من خلال السنين، يعني زمان كان مختلف عن دلوقتي بقى حاجات ولكن ليها علاقه ببعض. ومثلا كان بيبص على الاستراتا واللي هي بتبقى سوبر امبوزد لاير من الروكس. مثلا باليونتولوجي ان هو مثلا كان بيدرس اللي هو علم دراسه الفوسلز يعني، كان ديفلوبد باي لارج ساينتست لو كوفير، وهو بيعمل اكزامينج للاستراتا في باريس او في حته جنب باريس يعني. لاحظ ان الاولد ستراتوم ذا مور سيميلر تو اتس فوسلز وير تو ذا كارنت لايف فورم، لاحظ ان كل من حاجه ما كانت قديمه كل ما كانت ابعد في التشابه للي موجود دلوقتي. ولاحظ ان الوان لاير ان كل واحده جنب الثانيه،
بتبقى في نيو ليرز بت appear و dis appear، وممكن وقال ان ممكن حاجه تجيلكم بسبب مثلا بعض الحاجات اللي حصلت في خلال الزمن، مثلا كان flooding، كان drought او حاجات عموما حصلت. وقال ان الاكستنشن ممكن يكون هو سبب رئيسي في الحاجات زي كده، ازاي كائن ظهر وكان او في كائنات مختلفه ممكن في استراتوس جنب بعض وكده. وكان معارض فكره خاص الايفولوشن ان الكائنات جت كلها من حاجه واحده وكده. وكافيور عمل سبيكيليت لان كل باوندري بين استراتا والتانيه كان بيحصل فيها كاتاستروفيك ايفنت زي الفلود مثلا اللي كانت بتدمر حاجات او ستورمز او كده. وبعد كده برضو عمل قال سبب برضو انه ممكن يكون من الحاجات اللي بتسبب تغيرات او حاجات مختلفه ان هي حصل فكره الاميجريشن او الهجره ما بين الكائنات واماكن مختلفه. وفي 1995 السكوتش جيولوجيست جيمس هاوتون عمل بروبوز ان اير جيولوجيك فيتشر كود بي اكسبلين باي جرادوال ميكانيزم، ودي فكره ان زي مثلا الفالي بي فورمد باي ريفر، ازاي الفالي ممكن تتعمل بريفر جرادوال ميكانيزم، ازاي مثلا عندك الجبال بتتعمل من فكره التكتونيك بليس بتتعمل مع بعض كتير وهكذا. وكان الليدنج جيولوجيست بتاع اللي جه في وقت دارون اللي هو اسمه كارلوس ليل اخذ نفس فكره هوتون دي وحطها او عمل لها بروبوز برضو ان نفس الفكره دي او نفس فكره الجرادوال ميكانيزم موجوده لحد دلوقتي وفي نفس السرعه كمان. والاثنين افكار الاثنين دول عملوا انفلوينس جامد لداروين، وكان هو مهتم جدا وعمل ارجيول لو الجينيتيك تشينجز بتحصل هي بتحصل كونتينيوسلي وسلولي وعلى عكس السادن ايفنتس يعني. ف ده معناها ساعتها ان الارض ممكن تكون موجوده من اقدم ما هي متوقع ساعتها، واللي هو كان ساعتها معروف عنها ان هي موجوده من كام الف سنه بس. فهو كان بيقول ان يعني ده كان اول واحد يفكر ان الارض ممكن تكون موجوده من بلايين السنين. وبعد كده قال ان ممكن يكون برضه حصل سيميلر ايفنتس او سيميلر بروسيس حصلت للكائنات كبيولوجيكال يعني. وساعتها ابتدى يفكر بقى في حاجات تانية ويعمل هيبوثيسز مختلفه. ولكن هو ما كانش اول واحد، هو بيقول لك ان هو ما كانش اول واحد ينسب فكره الجرادوال تشينج للايفولوشن ايه او البيولوجيكال ايفولوشن. جه بقى واحد اسمه لامارك، ده عمل هيبوثيسز، كان اول من اوائل الناس اللي عمل هيبوثيسز ازاي اللايف تشينج اوفر تايم. كان فرنش بيولوجيست اسمه جين بابتيست دي لامارك. ولامارك لما الناس بتفكر تفكر لامارك دلوقتي مش بتفكر فكره ان هو قال ازاي الايفولوشن تشينج اوفر تايم بيكسبلين الفوسلز، التشابه الفوسلز والتشابه ما بين الكائنات والانفايرمنت اللي هم عايشين فيها، ولكن الناس بتفكر بس فكره ان هو عمل كومبليت الميكانيزم يعني. لامارك عمل هايبوثيسز في 18/9 السنه اللي فيها داروين اتولد، كان بيقارن فيها بين السبيشيز والفوسلز. ولامارك ساعتها لقى ان في لاينز كتير ممكن تكون ديسنت ما بين كائنات تانية او كده. وساعتها عمل فايندينج او عمل اكسبلين الفايندينج بتاعته دي في تو برينسيبلز. اول واحده فكره اليوز اند ديس يوز، فكره ان الحاجات اللي كانت بتستخدم كانت بتفضل موجوده في الكائن، والحاجات اللي مش بتستخدم كانت بتتشال او بتبقى مش موجوده. ولو كائن محتاج حاجه زياده وممكن يحاول او قريبه اصلا من ان هي تبقى موجوده فكانت بتتعمل، مثلا زي فكره الجيراف مثلا ان هي بتشد رقبتها فوق مثلا عشان توصل للتفاح اللي كان موجود مثلا او اي اكل هي بتاكل من شجره، فدي خلتها تقدر تطور رقبتها اكتر مع الوقت. ثاني حاجه ان هو كان بيقول ان انهيرتنس اوف اكوايرد كاركترز، كان بيقول ان لو كائن اكتسب صفه مثلا دلوقتي لو انا بني ادم وعرفت وتعلمت ازاي اعوم وولدت وبعد كده خلفت ابني هيبقى بيعرف يعوم. ده كان هو بيقول ان دي برينسيبال بتحصل موجوده، ولكن دي طبعا العلماء اكدوا ان هي حاجه مش مظبوطه خالص، ان الاكوايرد تريتس بتاثر على الجينز في السوماتيك سيلز مش في السيكس سيلز، فبالتالي مش بتتورث اساسا. وهي مثلا في فيجر 22.4 كان بيقول لك ان واحد كان قاعد يدرب نبات ان هو يبقى دوارف طول حياته ويقصقصه وما يخلوش يزرع خالص، لما عمل بذور جديده كان الكاميكلا الجديده عادي وطويله وكل حاجه، فانا مش بيأثر خالص. نيجي بقى لفكره السيرش اللي عمله داروين. داروين اول حاجه اتولد في حته اسمها شيروبوري في الويست انجلاند، وكان مهتم جدا بالطبيعه من هو صغير، ما كانش بيحب يقرا قوي، ما كانش بيحب يقرا بوكس كتير او كتب وكده، ولكن كان بيحب الطبيعه والفيشز والهاونتنج والرايدنج وان هو يجمع انسكتس كتير. ولكن ابوه كان فيزيجينيست، ما كانش شايف ان هو ليه مستقبل في الحاجات دي، كان ناتشورست يعني، وده ميديكال سكول في ادنبرغ، ولكن هو ما عجبوش وطلع منها ودخل عمل انرول يعني في كامبريدج يونيفرسيتي، وكان عايز يبقى كليرج مان يعني. وبعد كده في كامبريدج كان بقى هو البروتيج او تحت رعايه واحد اسمه جون هينسلو، ده كان بوتانيست بروفيسور، كان رشح داروين لواحد الكابتن روبرت فيزروي، وده كان بيجهز سيرفي شيب ان هو يعمل اسمها HMS بيجل، كانت هتلف العالم كله.
هو ساعتها رشحه ان داروين يطلع معاه، وان هو بيحب الطبيعه ومهتم بيها ويعرف حاجات كتير فيها وكده، وان هو برضو عشان كان داروين اكسبتد مش عشان برضو دي بس، لكن هو فاكر ان هو عنده سكيل، هو اصلا عنده سكيلز كتيره، وكان في عنده سيميلر ايج ونفس السوشيال كلاس وكده، فكان هينفع ويقدر يبقى مميز في الرحله. وداروين طبعا طلع من المينا يعني في انجلترا في ديسمبر 1883 31 اسف. والجيش طبعا كان بتقف في كذا حته وكذا مكان، لكن دارون كان بيهتم في اغلب الوقت ان هو يقضي المكان على الساحل ويبزرف ويكولكت البلانتس والانيمال ويبص فيها، وكان بيحاول يلاقي اكسبلانيشنز كتير لازاي الديفيرس انيمالز وسبيشيز بتبقى ويل سيوت للانفايرمنت اللي هم عايشين فيه، زي مثلا الهابت جانجلز الموجوده في البرازيل والاكسبانسيف جراند جريس لاند الموجوده في الارجنتين والتورينج بيكس بتاعت الاندلز. ودارون في خلال رحلته دي كان قرا كتاب بتاع ليل اللي هو اسمه برنسبل اوف جيولوجي، وده ساعده كتير في الفياج بتاعته، وكان بيعتمد عليه في بعض الناس فكره الجدول مثلا ميكانيزم وكذا حاجه كان بيعتمد عليها، وفكره الجيولوجيكال فيتشرز الموجوده في الارض والطبقات الاستراتا وكده كان بيقدر يعتمد عليها ويعمل اكسبلانيشنز للكائنات ازاي مترابطه ببعض ويعمل ايفولوشنري ريليشن شيب ما بينها. فمثلا ان هو مثلا يلاقي فوسلز بتاع موجوده في اوشن في اماكن هاي في الاند مثلا، فكده بينفير مثلا ان الروك كونتيننج فوسل حصل لها نفس الايرث كويكس مثلا اللي حصلت هناك، فهو كان بيقدر يربط حاجات كده. ودارون انترست ان ذا سبيشيز يعني اهتمامه كان وجد اكتر في اريا كان اتحفزت او اتسمت يعني بيجل ستوب، كان المكان ده في جالاباكوز، وده كان جروب بتاع فولكانيك ايلاندز موجوده جنب بعض. ده كان اكتر مكان في اورجانيزمز انيوجوال لدارون بالذات، كان عمره يشوفها، وكان كائنات كتيره جدا هو عمره شافها قبل كده وفيها مميزات وحاجات كتير قدر ينسبها ببعضها ويستخدمها في الريسيرش بتاعه. بعضها كان يونيك جدا وبعضها كان شبيه للي كان بيعيش في الادجسنت ايلاند. فالزور انيمالز اللي كانت موجوده كانت بتريسمبل بعض الالتريك انيمالز مثلا في ساوث امريكا مينلاند، كان اغلبها وير نوت نون، مش موجودين امان تاني في العالم. ودارون عمل هايبوثيسز ان هم عملوا كولونايز ان الجلاباكوز دي حصل لها كولونايزد او اتسكنت بالاورجانيزمز دي، فهي كانت جات من ساوث وبعد كده اتشكلت او اتغيرت يعني. بعد كده داروين بقى كان وهو في الفياج بتاعته كان بيدور ويبزرف حاجات كتير ليها علاقه بالادابتيشن. الادابتيشن هي عباره عن انهيرتد كاركترستكس اوف اورجانيزمز اللي بتنهز زي السرفايفل اند ريبرودكشن اوف سبيسيفيك انفايرمنت، فكره ان هو ياخد حاجه او يورث حاجه تساعده على ان هو يفضل موجود او يفضل عايش يعني. فطبعا ده ممكن يثير سؤال مثلا فكره اللي هو كود نيو سبيشيز يظهر من انسيستور من خلال الجراديوال اكوميديشن مثلا بتاع ادابتيشن حصلت من ديفرنت انفايرمنتس مثلا. فطبعا السؤال ده يعني من الاستودز اللي داروين عملها في خلال الفياج بتاعته، البيولوجيست قدروا يكونكلود ان فكره حاجه زي كده هي اللي ممكن ادت لفكره فعلا ازاي في كائنات جديده او موجوده مش موجوده في اي حته، مش فكرة جينات، فكرة الفينشز او المنقار بتاع الطيور اللي كانت موجودة كانت مختلفة مثلا. فكان مثلا فكرة ان في نفس النوع الطائر كان موجود في تلات انفايرمز او تلات حتت مختلفة للأكل. فمثلا الكاكتوس ايتر كان ده بياكل الكاكتوس او بياكل الصبار، كان عنده البيك بتاعه لونج وشارب، اللي كان بياكل الانسكت كان بتاعه نارو وبوينتد، اللي كان بياكل السيد والحاجات ناشية شوية كان عنده لارج وادابتد ان هو يكسر السيد ببقه، كلهم نفس النوع. فداروين شاف ان الواحد عشان يعمل تبلين للادابتيشنز بتاعه الكائنات دي كان حاجه مهمه جدا ان هو يندرستاند الايفولوشن بتاعه او ازاي فكره الايفولوشن. وبعد كده نسب فكره الايفولوشن لحاجه اسمها الناتشرال سيليكشن. الناتشرال سيليكشن ببساطه شديده جدا هي البروسيس اللي فيها الطبيعه بتختار شويه تريس تبقى هي الموجوده في الكائنات وتستمر معاها، ودي بتساعدها ان هي تادابت الانفايرمنت اللي هي فيه. فمثلا ان لو انت عندك في سيرتن تريس بتتند ان هي تسرفايف وبتبتديوز بتبقى اكتر نسبتها اكتر من التريتس اللي ما بتعملش كده. وطبعا في الاستو يعني 1844 دارون ساعتها كتب اسي عن فكره الديسبنس موديفيكيشن والاتس اندرلاينج ميكانيزم، وفكره الميكانيزم بتاعها هي الناتشرال سيليكشن. وفي الباقي الباراجراف او الموجود هنا يعني الباقي الجزء المكتوب هنا في كامبل بيتكلم عن فكره ان ليه ما كانش يسكونسد فكره الايفولوشن خالص، ولكن هو كان زي ناس كتيره حاول يقول لداروين ان هو يعني دي فكره جديده ما حدش قالها قبل كده، فخليك اول واحد يعملها وما تاخرش فيها. وطبعا بعديها ما فيش حرفيا بسنين كان ليه البريدكشن يعني حصل فعلا، وساعتها فعلا داروين قلت لكم اخذ
زي سي او حاجه من واحد اسمه والاس، وده كان بريتش ناتشوراليست، اداله كان عمل ديفولب لهايبوثيسس اسمها ناتشورال سيليكشن، وكانت قريبه جدا من بتاع داروين يعني، وكان ساعتها بيبعتها لداروين ان هو يرجعها له او يشوفها له يعني. وساعتها داروين عملها فورورد يعني الليل، وقال له اف ات ميرت البابليكيشن يعني عشان يشوف لو هي تستحق النشر يعني. بعد كده داروين كمل ال بعد كده داروين وقال له يعني يور ووردز هاف كام ترو وذ فينجنس، ان هو اي نيفر سو سم مور سترايكنج كونسيدنس، ما شفتش اول مره صدفه بالطريقه دي اللي هو واحد يقول لي ما تقلها بسرعه وفعلا حصلت كده. والمهم يعني على الرغم من كده ان هو قدر داروين يبابلش الكتاب بتاعه سماه الاوريجن سبيشيز باي مينز اوف ناتشورال سيليكشن، وعملها السنه اللي بعديها، مش بعد اللي هو وصله فيها بس بعديها بفتره كده، بعد السنه اللي بعديها على طول يعني. وبيقول لك مع ان والاس ده كان عمل صمت للفكره بتاعته قبل داروين، ولكن الفكره ان هو عمل يعني ادماير داروين، احترمه وشاف ان هو عمل ديفولد وعمل تيست الفكره ناتشورال سيليكشن مور سنسيفلي زي ما هو عمل، ويستحق الاشاده بيه اكتر يعني. وفي خلال فعلا اديكيد في خلال 10 سنين داروين بوك يعني اقنع ناس كتير جدا من العلماء، وان فكره اللايف ديفيرسيتي والبرودكشن والبوليوشن والجو. ففي كتاب داروين هو اول حاجه طبعا اعتمد عليها وكان بيحاول يفهمها للناس ويقنع بيها الناس كلها، فكره الديسنت والموديفيكيشن، ان ازاي اليونيتي بتاعت اللايف الموجوده كلها اصلا كانت عباره عن السنت الاورجانيزم اللي كان عايش زمان، وهو الانسيستور بتاعهم كلهم. We also thought that as a descendant of the ancestor organism lived in various habitats, they gradually accumulated diverse modifications or adaptations that fit them to a specific way of life. وقال فكرة ان كل generation جديد كان بياخد مكان جديد، وده اللي خلى كل generation يبقى فيه اكتر modifications اكتر وحاجات اكتر تأكيموليت عليه كتريس يعني. وطبعا عمل hypothesis او reasoned ان over a long time this modification هي اللي بتlead to reach diversity of life we see today. فمثلا داروين لما عمل view of life عملها كأنها شجرة ليها multiple branching كلهم بتتجمع عند واحدة وليها tips كتير. في الدياجرام دي مثلا التيبس اللي متعلمة من A to D represent several groups of organisms اللي بتلف لحد today، والان labeled branches هي بتريزنت groups اللي هي extended دلوقتي. داروين كان شايف ان ممكن branching process زي دي تexplain large morphological gaps اللي موجودة واللي sometimes exist ما بين related groups of organisms. ومثلا زي فكره مثلا السيري مثلا تايبس الاليفنتس اللي هي الاشن اليفنت في الاسيوي والتو تايبس بتاع افريكان، اللي الثلاثه دول سيميلر لبعض جدا وليهم نفس اللاين اوف ديسنت، لحد ريسنت سبليت كده حصلت خلت فيه ثلاث انواع مختلفين. وده اللي موجود في الفيجر هنا مثلا، ان هو كان عندي الثلاث انواع الاشن والاثنين افريكان كان ليهم انسيستر موجود هو اللي كان شبههم كلهم، ولكن هو انفصل عنهم او هو اللي ولد حاجات انفصلوا عن بعض ودول طلعوا النوع دي. وتيجي طبعا هنا الدياجرام ده يجي قبل هنا ماموس ومش عارف انواع تانية كتير هم عارفين اسمها، والانواع طبعا اللي جنبي معمول عليها زي بلاس صغيرة دي كده هي الانواع الاكستينكت يعني. المهم خلاصة الهري المكتوب يعني ان الساينس بيقولوا ان تقريبا 99 من all species have become extinct. فكرة الارتفيشال سيليكشن والناتشورال سيليكشن والادابتيشن، اول حاجه ده خلينا نعمل ديسكاس لفكره سيميلر ادير الموجوده للايه، فكره يعني ايه اصلا ارتفيشال سيليكشن. فكره مثلا هيومن ممكن ياخد اثنين سبيشيز من انيمال بلانتس يعمل لهم بريدنج مع بعض يطلعوا مجموعه مختلفه. يعني مثلا لو انا خدت الوايلد مستورد ده، لو انا عملت سيليكشن مع ليفز هيطلع لي كال، لو انت عملت سيليكشن مع اكشلي بود هيطلع لي بروسل سبول، لو عملت سيليكشن مع الابيكال بود هيطلع لي كابيج، عملت سيليكشن مع فلاورز او الستيم هيطلع لي بروكلي، عملت سيليكشن مع سبيرمز هيطلع لي مش عارف ايه. دي فكره ازاي ان يحصل سيليكشن بين حاجتين مختلفتين يقدر يتنجي حاجه جديده. فدي نفس الفكره موجوده ده معتمد عليها كناتشرالي اللي هي الناتشرال سيليكشن، ازاي الطبيعه هي اللي ممكن تحدد بقى ايه اللي يعمل له سيليكشن مع بعض. وبنى كل الكلام على اثنين اوبزرفيشنز وعمل اثنين انفيرنس. اول اثنين اوبزرفيشن، اول اوبزرفيشن بيقول ان الممبرز بتاع البوبليشن بيفاري في الانهيرتد تريتس. اول حاجه انا عندي اوبزرفيشن ايه، انا عندي الممبرز بتاع كل بوبليشن عندهم تريتس مختلفه، وكل السبيشيز اللي كان بروديوس مور اوف سبرينج، وكل الكائنات بتولد دايما اوف سبرينجز اكتر من الطبيعه بتقدر تتحملها، والنسبه الاكبر من الاوف سبرينجز دول بيموت او ما بيقدرش يريبروديوس يعني. فاول انفيرنس هو عملوا ان الانديفيدوالز اللي عندهم تريتس تقدر تخليهم عندهم هاي بروبابيلتي ان هم يعيشوا وسيرفايف، دول بيعيشوا وبياخدوا مكان الكائنات التانية اللي ما عندهاش.
وال unequal ability ان كانت تقدر تعيش او لا هو ده اللي بيخلي فيه accumulation accumulation ل favorable traits في evolution عن التاني و generation عن التاني. فمثلا لو انا عندي لو كان في advantage حصلت زودت فكره ال survival و reduce. فمثلا هدي example لو انا كان عندي مثلا organism اللي هو ممكن كان عنده traits خليته عنده advantage في escaping او ان هو يحصل على food او ان هو tolerate physical condition, فالادفانتج دي بتزود نمبر اوف سبرينج اللي عندهم اللي بيسرفايف ريبروديوس, والتريت دي بتبقى فيفور فيفورد وال لايكلي ابير از ا جريت فريكوينسي ان ذا نيكست جينريشن. التريت اللي بتبقى فيفورد بتظهر اكتر بنسبه اكبر في الجينريشن اللي بعديها. فاوفر تايم نيتشر سيليكشن بيريزولت من فاكتورز زي مثلا البريديتورز او ممكن لاك فود او ممكن ادفيرس فيزيكال كونديشن, كلهم بيزودوا نسبه او يعلوا الضغط اللي موجود بسبب الطبيعه على سيليكشنز على السيليكشن بتاع تريتس على حاجات تانية. وده طبعا ريزن ان ارتفيشال سيليكشن بتجيب السيليكشن او بتسبب التغير دراماتيكلي شورت في وقت قليل قوي, لكن الناتشرال سيليكشن مش شرط كده خالص, ممكن تاخد 100 جنريشن. ندخل بقى على كي فيتشرز بتاع سيليكشن ناتشرال سيليكشن. اول حاجه ناتشرال سيليكشن هي بروسيس ان ويتش انديفيدوال عندهم سيرتن تريتس بتبقى هيرتبل طبعا بتتورث بيسرفايف ريبيديوس في higher rate عن الانفيديوز اللي ما عندهمش. يعني انا عندي اتنين تريس اكس وواي, والكائنات اللي عندها اكس بتعيش واللي ما عندهاش واللي عندها واي بتموت. فده بالتالي انا مثلا لو انا خلفت 50 انفيديوال عندي 30 عندهم اكس و20 عندهم واي, ف30 هيعيشوا و20 هيموتوا اللي هم عندهم اكس. الجينريشن اللي بعديه بقى نبقى اكبر اللي عندها اكس ونبقى اقل اللي عندها واي, فبالتالي انا بعد كذا جينريشن هيبقى اغلب الكائنات او كلها اسف كل الاوف سبرينج هيبقى عندهم اكس بس, لان هي دي التريتس اللي بتعيش يعني التريتس اللي بتقدر تخليهم يسرفايف وريبليز اكتر. او مثلا هنا اهو الاوفر لونج تايم سيليكشن النشر سيكشن بينكريز الفريكوانسي بتاع ادابتيشن في جيفن انفايرمنت, ان ازاي الكائن لما يفضل عايش فتره طويله في نفس الانفايرمنت بيبقى مور ادابتد ليها اكتر مع مرور الوقت. ولو الانفايرمنت دي حصل لها تشينج والاول الفيديو ده ماشي في مكان جديد, النشر سيكشن هيخليه يحصل ادابتيشن لتريتس جديده هتخليه يقدر يعيش ويجيف رايز لنيو سبيشيز. بس في نقطه مهمه قوي لازم تتقال, ان داروين ما قالش ان الانديفيدوال بيحصل لهم ايفولف, الانديفيدوال دونت ايفولف, ولكن البوبوليشن هي اللي بتايفولف اوفر تايم. البوبوليشن مع الوقت في تريتس بتبتدي تتجمع تحصل اكيوميليشن فيبتدي يحصل حاجات جديده, ولكن الانديفيدوال لحد ما بيغيرش. يعني ما ينفعش يبقى مثلا في كائن اكس النهارده بشكل بعد مثلا 10 سنين بشكل تاني هو نفس الانديفيدوال, لا ما بيقولش كده خالص. نكمل في كونسبت 22.3. بس هو اصلا الكونسبت ده بيتكلم عن ال فكره اللي هي الايفيدنسز بشكل عام. فبدي كلامه هنا بان في اتنين ايفيدنس عموما, هي في اتنين اكزامبلز هنا بياكدوا قوي كلام داروين وحاجات يعني زي تفاصيل شويه انا مش هقعد اقرا فيها ان الحاجات دي هتطول قوي الفيديو وهتبقى ملهاش لازمه قوي, كان هي واحد كان هو واحد يبقى محتاج يفهمها او كده, ان الحاجات دي سهله او بسيطه هي بس محتاجه شويه قرايه. فممكن تقراها لحد فكره الايفيدنس بتاع دراج ريزيستنس بكتيريا. انا بس هبتدي من اول الهيمولوجي. اصلا يعني ايه هيمولوجي؟ فكره ان يكون في تشابه ما بين كائن والتاني, تشابه ده ان كان فيزيكال او كيميكال او جينيتيكالي يعني. فممكن يكون بسبب حاجتين, يا اما ان هو كان ليهم الاثنين دول كومن انسيستور ليهم اصلا جد قريب او جد مشترك فبالطبيعي كده ان هم هيبقوا شبه بعض, او يا اما ان هم ما يكونش ليهم علاقه بعض خالص كايفولوشن ولكن هم عايشوا في اماكن متشابهه كانفايرمنت, وده اللي سبب ان هم اخذوا نفس الصفات نفس الاكيوميليتد تريتس يعني. فكلمه هومولوجي بتريفير للسيميلاريتيز اللي بسبب الكومن انسيستور. لما نقول لك ان ده هومولوجيست لده فعن هو شبهه بسبب ان هم قريبين من بعض ايه, فده سبب ان هم ليهم كومن انسيستور ايه, هو ده اللي هم سبب التشابه يعني. فمثلا خلينا ناخد اكزامبل مثلا اناتوميكال اند مولكيولار هومولوجيز. مثلا في فيزيشن كريمودلينج بروسس بتخلينا نبدا بريدكت ان كلوز ريليتد سبيشيز عندهم سيميلار فيتشرز, ودي الحقيقه اللي بتحصل فعلا, ان مثلا كلوزلي ريليتد سبيشيز عندهم فيتشرز شبه بعض جدا بتخلينا نعرف ديترماين ريليشن شيب بينهم. مثلا فور اكزامبل الفور ليمز الاطراف الاماميه بتاعت اغلب الماملز منها الهيومنز والكات والويلز والبيز والبات كلهم نفس الارنجمنت بتاع البونز والابر شولدر والتيبس بتاع الديجيتس. فمثلا خلينا نبص على فيجر 22.15. مثلا الهيومن عندهم اول عظمه اللي هي الهوميروس, بعد كده الراديوس والالتن والالنا, بعد كده الكاربلز والميتاكاربلز والفالانجز كلهم دول نفس الانرجيز موجودين في كل الكائنات الاماملز اللي هي الهيومن والكات والويل والبات.
وده فكره ان ده هوميولوجيوس سيميلاريتي. ودول بيتقال عليهم هوميولوجيوس ستراكشرز، ان هم شبه بعض في كذا كائن بسبب الكومن انسيستور. اوكي اكزامبل تاني، طبعا عندنا فكره ان في الايرلي ستيج بتاع ديفلوبمنت في ديفرنت انيمال يعني بيريفيل اديشنال ان انوتوميكال هوميولوجيوس متبقاش افيزبل يعني في الادلت اورجانيزمز. فكره ان في سام بوينت من ديفلوبمنت الفيرتيبريت امبريز بيبقى عندهم ديل موجود في البوستيريور للانس يعني، وبيبقى ليه يعني از ويل استراكشر كولد مثلا الفارنيجيل او الثروت ارشز، بتبقى موجوده في اغلب الكائنات تقريبا، واللي موجوده في الشابتر في الفيجر ده مثلا. ده هيومن امبريو والتشيك امبريو الاثنين عندهم فكره الفارنجيال ارشز دي، تبقى ورا الانس وتبقى شبيهه للديل. بعد كده ممكن لو الكائن ده هيبقى مثلا اصلا كائن عنده ديل بيتحول للديل، لو ما عندوش بيتحول لحاجه تاني. واخر حاجه فكره الفيجيتال ستراكشرز، او هي الارمينانس الفيتشرز كانت موجوده في الكائنات القديمه، مثلا زي فكره السكيلزون بتاع بعض السنيكس كان بيرفيل يعني ان في سنيكس كان عندها ليجز بون ووكينج انسيستو كانت بتمشي في الاول. وبعض مثلا الاي ريمينز بتدل مثلا كانت موجوده في مدفونه، كانت بتدل ان في بعض البلايند سبيشيز والكيف فيشز اللي هو اصلا ما عندهاش عينين كان زمان عندها عينين، وكان عندها والاستراكشر دي بتدل يعني ان هم كان عندهم عينين وكده. البيولوجيست برضو بي اوبزرف سيميلاريتيز موجوده امونج الاورجانيزمز في النيوكليار ليفل. فمثلا اول فورمز اوف لايف عندها نفس فكره الجينيتك كود، وده بيدل برضو ان هي عندهم حصل لهم ديسنت من الكومن انسيستور اللي استخدم نفس الكود. ولكن النيوكليار هوميولوجيز بتجو بيوند يعني الشيرد كود. مثلا فور اكزامبل الاورجانيزمز اللي غير مختلفه او اسف اللي غير شبيهه للهيومنز والبكتيريا بيشير جينوس انهيرتنس فروم ا فيري ديستنت كومن انسيستور. فور اكزامبل مثلا الاورجانيزمز الغير متشابهه زي مثلا الهيومن والبكتيريا، هذول بيشيروا تريس او حاجات ولكن هي بعيده جدا، والكومن انسيستور بتاعهم هو بعيده جدا. وبعض هوميولوجيس جينز دي هي حصل لها اكوايرد نيو فانكشن، وال اذرز مثلا اوف ذيس اوف ذا فوردر بروتينز ان بروتينز هاف ريتين ذير اوريجينال فانكشن. بعضها طبعا اخذ فانكشن جديده، وبعضها فضل محافظ على فانكشن بتاعته زي فكره الريبوسومال سبيومنتس ان هي اللي بتعمل بروتين سينثيسز. وطبعا اتس اولد كومن في الاورجانيزمز طبعا ان هي تكون خسرت بعض الجينات بتاعتها، خسرت بعض الفانكشن بتاعتها. ولكن ايفن زو يعني ان الهوموجينز ان ريليتد سبيشيز مي بي فولي فانكشنال، مثلا زي فكره الفيتشر ستراكشرز يعني ات ابيرز ذات ساتش ان اكتيف بيسودو جينز مي بي ريبريزنت سمبلي because the common ancestor had them. يعني ممكن تكون جينز موجوده ما بتعملش فانكشن، ولكن هي موجوده لان الانسيستور كان عنده نفس الجينز دي. نيجي بقى فكره التري سينكينج، فكره ان زي دارون كان بيفكر في فكره التري وازاي الهوميولوجس كاركترستكس بتشارك انها تعمل تري ما بين الكائنات. خلينا مثلا نكونسيدر حاجه مثلا زي التيتربودز. التيتربودز دي هي الفيرتبريت اللي متكونه من امفيبيانز ومامالز وريبتايلز. فزي كل الفيرتبريت يعني لو الفيرتبريت دي حاجه كبيره جدا فهي مكونه من حاجات كتير، منها ال ال التيتربود الفيرتبريت منها تيتربود. فالتيتربود دي مثلا زي باقي الكائنات عندها فيرتبريت عادي وباك بون، ولكن التيتربود دي عندها حاجه يونيك ليها، وهي فكره ان الليمبس بتاعتها عندها ديجيتس، عندهم اطراف ليها ديجيتس. فده يدل فكره فدي نفس فكره الديستنتوس موديفيكيشن، ان انا كل ما بنزل كل ما بكبر كل ما بيبقى عندي سبيسياليشن اكتر سبيشاليشن. والبيولوجيست دايما بيرفير للباترن بتاع الديسنت دي بتاعت اي كومن انسيستور مع باقي الديجري، يعني ان هم بيسموها الايفولوشن تري، وهو دياجرام بيرفلكت الايفولوشن ريليشن شيب امونج اي جروبس اوف اورجانيزمز. ودي نفس فكره هي نفس فكره الفلوجن تري، ودي هدرسها او هناخدها يعني في شابتر 26 في الفيديو الجاي. في الدياجرام ده بيبقى كل برانش بوينت بيريبريزنت كومن انسيستور، كل بوينت بيريبريزنت كومن انسيستور. نيجي مثلا للجراف، هنشرح عن الجراف على طول. فهنا مثلا انا عندي دي كائنات كتيره جدا. اول حاجه فانا عندي ان انا ايه ان كل بوينت هنا ده بيريبريزنت انسيستور مشترك بين كل الباقيين واللي تحتيها. يعني هنا رقم 1 مثلا بيبقى انسيستور للونج فيجز والكول تيترابود، مثلا التيترابود هنا. نمبر 2 هنا دي الكائنات اللي عندها ديجيت بيرينج ليمز، اللي عندها فكره الليمز في ايديها او كده او في رجليها. نمبر 2 هو انسيستور الامفيبيانز مثلا والكل الامنيوت اللي هي بتبقى عامل البيض. مثلا عند هنا فكره قلت امنيون
رقم 3 هو كمان انسيستور للمامالز وكل الريبتايلز. نمبر 4 انسيستور لكل الليزردز والسنيكس وباقي الكروكودايلز مثلا وهكذا. مثلا عند رقم 6 هو البيرز كلها عند فكرة الاوستريشز والهوكس اند اذر بيرز. ودايما كلمة الهاتش مارك دي او المارك اللي بتتعمل الصغيرة دي بتدل على الحاجة المميزة في الجروب ده عن باقي الجروبس. يعني مثلا لو انا هنا خدت انسيستور رقم 1 فانسيستور رقم 1 ايه اللي بيفرق اللونج فيشز عن باقي كل التترابودز؟ فكرة الديجيت بيرنج نيمز. طب ننزل على اللي بعديها، ايه اللي بيفرق الامفيبيانز عن باقي كل هنا؟ فكرة الامنيون. نيجي مثلا هنا مثلا عند نمبر 5 ايه اللي بيفرق الكوكودايلز عن باقي هنا؟ يعني هنا عنده فيزرز مثلا. فليها كذا ان هو يفرق بين حاجات مختلفة. والناس فكرة اللي انا قلتها فاكرين لما كنت بشرح الهومولوجي قلت ان ممكن يكون في سيميلارسز ما بين حاجتين هما ما لهمش علاقة ببعض قوي، دي هنا ليها كذا سبب، ممكن يكون ليها كذا سبب. ولكن الاسم العلمي ليها هي convergent evolution، ان بيحصل evolution لتو characteristics او لتو species بيحصل نفس characteristics كevolution لكن هيبقى convergent independently عن each other، فهو independent evolution of similar trees in different lineages. مثلا زي فكرة الاستراليان مارسبويل اللي بيعيش في استراليا واللي بيعيش تاني مثلا في نورث امريكا. فالسوجر سلايدر زي السلاينج سكويرل الاثنين بيحصلون جلايد والاثنين نفس طريقة الحاجة لكن هم عايشين في اماكن مختلفة خالص وبعيد عن بعض ما لهمش كمان انسيستور. والسيميلارتيز اللي بتبقى بين اثنين زي كده ما لهمش كمان انسيستور بيحصل لهم كونفرجنت ايفولوجن، دي اسمها انالوجي او انالوجوس. انالوجوس فيتشر هي اللي بتشيل سيميلار فانكشن ولكن نوت كمان انسيستور. فده يعتبر الفوسيل ريكورد ده يعتبر ثيرد تايب الايفيدنس بتاع الايفولوشن بشكل عام. فكرة ان مثلا الفوسيل ريكورد بتدوكمنت ان الباترن بتاع الايفولوشن، بتقدر تعمل باترن ايفولوشن بتشوف مثلا الباست اورجانيزمز اختلفوا عن البريزنت ان هو مثلا في بعض حاجات والاغلب الاختلاف كان بيبقى حصل له اكستنكت. والفوسيل برضو بتقدر تعمل ريليشن شيب ما بين فاريس اورجانيزمز. وبرضو الفوسيل هي تقدر تعمل شيد لايت او تضيء يعني على الكائنات الجديده في جروبز وتعمل لهم اورجين، تقدر تنسب لهم اورجين. اكزامبل مثلا السيتاكيان او السيتيشن هي المامال اوردر ذات انكلود الويل والدولفين والبوربيز. سم اوف ذا فوسيلز اللي هو الفيجر ده كده بي بروفايد سترونج سبورت فور ذا ايفيدنس فور ذا هايپوثيسيس بيد اون ذا دي ان اي سيكونس داتا ذات سيتيانز ار كلوز ريليتد تو ايفن تود اون جليتد اجلوب اللي هو اجلوب ذات انكلود هايپوثيسيس والبيجز والدير والكاوز. فهنا الدير والبيج والبيكتوس والدوج كلهم عندهم نفس فكره البون والشكل بتاع البون بشكل عام. بيقول لك ان كومبيرنج فوسيل بريزنت توداي لل مثلا بتاع اللي هو الانكل بون بيانديكيت ان الكاتن ار كلوز ريليتد تو ذا ايفن تو ان جوليس. مثلا موست ممل الاستروجاليوس الشيد شيبد لايك ذات اوف دوج. الكلمات دي طبعا كلمات معقده مش محتاجه نعرفها او مش محتاجه نهتم بيها قوي، بس هو بيجي اكزامبل يعني. ومثلا ال with a double hump on one end بتاع red marble ولكن on the opposite هنا كان عندها واحدة هنا كان عندها اثنين في باقي الحاجات، ولكن هي زي هنا من فوق هنا عندها اثنين زي بعض. والفوسيل شو ذات ذا ايرلي كيندر اند كده هاد مش عارف ايه with double hump مش عارف ايه شي وده اللي شبه الدير والبيج ومش عارف ايه. فده ممكن حاجة زي كده تقدر تقول لك ان الثلاثة دول ريليست اكتر عن مثلا الدوجز. الدوجز مختلفة شوية. مثلا في فيجر 22.20 بيقول لك ترانزيشن اوف لايف ان ذا سي. فمثلا مالتيبل لاينز اوف سبورت اوف ايفيدنس بي سبورت ان هايپوثيسيس فكره ان الكائنات المتعلمه بالاصفر دي ايفولفد من التريسيان مامالز من كائنات عايشه على الارض مش من كائنات عايشه في الميه. والفوسيلز بتدوكيمنت ذا ريدكشن اوفر تايم ان بيلفس اند هند لمب بونز اوف ذا اكستنكت سيتاريان انسيستور انكلودنج الثلاث انواع دول. والدي ان سيكونس بي سبورت ذا هايپوثيسيس ذات اوشن ار مور كلوزلي ريليتد تو هايپوثاموس. فالدي ان سيكونس بي سبورت ذا هايپوثيسيس فكره ان السيتاشنز دي هي موست ريليتد للهيبوبوتاموس. فمثلا كومن انسيستور هنا بتاع سيتاشنز بيقول ان السيتاشن موجود دلوقتي هو ريليتد اكتر للهيبوبوتاموس عن باقي كائنات تانية مثلا زي الايفن تود انجليتد دي. المهم اخر جزء بقى كده في الكونسبت ده والشابتر ده عموما اخر ايفيدنس هو فكره البيوجرافي والساينتفك ستادي بتاع الجيولوجرافيك ديستريبيوشن اوف سبيشيز، ازاي السبيشيز متوزعه وموجوده. طبعا الجيولوجيكال الجيولوجيك او الجيوجرافيك ديستريبيوشن بتاع الاورجانيزمز بيبقى فيه كذا انفلوينسد وبيتاثر بكذا فاكتور، من حاجه زي الكونتيننت دريفت
واللي هو السلو موفمنت بتاع الايرث كونتنت اوفر تايم، ودي حاجه علميه مثبته طبعا. يعني مثلا من 250 مليون سنه الارض كانت كلها حاجه حته واحده اسمها البانجيا، ورافلي 200 سنه جوه مثلا بانجيا اتكسرت، ومن 20 سنه الكونتنت اللي احنا عارفينها دلوقتي كانت موجوده وفي متر كيوز ابارت ومش عارف ايه والجو ده. We can also use our understanding of evolution to explain the biographic data. For example, islands generally have many plants and species that are endemic, واللي هي موجودة في مش موجودة في أي مكان تاني. Darwin described the origin of species. Most island species are closely related to the specific ones. He explained the evolution by. مثلاً دي كانت نفس الفكرة اللي موجودة في species اللي هو Darwin لقاها في islands دي، وكان ساعتها عمل reasoning لحاجة زي كده، فكرة إن هي كانت immigration ما بين الحاجات موجوده في اقرب جزيره واقرب حاجه. وطبعا من اكتر الحاجات اللي خلت فكره او نظريه داروين دي الناس تصدقها فكره الايفيدنس. كل يعني تخيلوا دلوقتي شابتر ده في كامبل ممكن يكون ممل وحاجات غلسه وكده، فده مجرد عن نبذات عن الحاجات اللي داروين جايبها كايفيدنس للكلام اللي بيقوله. فكره الباترنز الموجوده، الريليشنز الموجوده بين الكائنات، الفوسلز اللي مش عارف، البايوجرافي اللي مش عارف الايه، كل دي حاجات هو كان جايبها، الهيمولوجيز الموجوده، كل دي حاجات داروين كان جايبها بتاكد فكرته، بتاكد على الداتا اللي هو كان والهايبوثيسز بتاعته. وبرده فكره الناتشرال سيليكشن فهي برده كانت موجوده في الحقيقه وممكن تبقى اسيستد وموجوده زيها مثلا ارتفيشال سيليكشن، وده ده برده كان من الحاجات اللي عملتها. ولكن ده طبعا هل ده معناه ان داروين صح او غلط؟ فدي حاجه دي يعتبر الاخر اسمها نظريه، هي عباره عن ثيوري، ما حدش يقدر يقول دي صح دي غلط كده، او قد تقدر تقول بس لو انت مش مضطر تصدقها، مش مضطر انا اقول لك يا اسطى صدق دي او ما تصدقش دي، لا عادي انت براحتك. وكل ده طبعا يعني ملوش حاجه خالص باللي ربنا كان بيقوله في اي كتاب او اي حاجه مقدسه نازله. المهم يعني كده احنا خلصنا الشابتر، مش صعب خالص، اسئلته ظريفه وحلو عليه عشان يبقى حاجه تثبت والامتحان يجي سهل ان شاء الله. باي باي.